عند قيامة السيد المسيح له كل المجد من الأموات، ظهرت أنوار شديدة القوة من القبر تعلن بداية فجر جديد في الحياة البشرية. فالموت ظلمة والحياة نور، الجهل ظلمة والمعرفة نور، الباطل ظلمة والحق نور، الخطية ظلمة والبر نور. فبالقيامة وأنوارها أشرق فجر جديد على الإنسان. السيدات والسادة، نقلنا لحضراتكم من التلفزيون المصري مراسم وطقوس قداس عيد القيامة المجيد من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والذي ترأسه قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. إذن فمن الآن وحتى 50 يوما نعيد بعيد القيامة المجيد بجمل نرددها: إخريستوس أنيستي أليثوس أنيستي، أي المسيح قام، بالحقيقة قام. بعثة التلفزيون المصري تحييكم، المخرجان ريمون عزمي وصموئيل سامي، والأستاذ كمال مطر المشرف العام على فعاليات الكنيسة، والأستاذ مجدي لاشين رئيس قطاع التلفزيون، والأستاذة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي حضرت معنا صلاة قداس عيد القيامة المجيد. أيضا من الإذاعة الأستاذ فايز فرح المستشار الأسبق لوزير الإعلام. السيدات والسادة، نختتم ساعات طويلة قضيناها من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لنقل مراسم القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد غدا، ومن داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ألتقي بحضراتكم في حلقة خاصة من صباح الخير يا مصر من داخل المقر لنحتفل معا بعيد القيامة المجيد، ولقاءات حصرية للتلفزيون المصري على الأولى والفضائية المصرية وصوت الشعب. السيدات والسادة، كل عام حضراتكم بخير.